شي اي حاجه سمعتيها تجيب الطيور ديالك. هادو اللي تيخلق الطيور تيبداو يمرضوا الا ما بانوش في الابوين تيبانوا في الاول. واللي شاف هادشي الخوت يقول ما شاء الله اللهم بارك. يا بسم الله يا الله. الاخ عصام عزيز، الاخ عصام عزيز، وحنوريكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه عائله طويرات، من تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يسر الامور للجميع. شنو احسن في نظرك اخي زهير، هجين التفاحي والحسون او التفاحي والكناري؟ كلهم زوينين اخويا ياسر. كلهم اخويا ياسر الله يحفظك. انا يعني صعيبه، يعني التفاحي مع الحسون صعيبه، ولكن الهجين ديالو ما شاء الله، الهجين ديالو ما شاء الله. التفاحي مع الحسون تيهز الكلام تبارك الله اللهم بارك. وحتى التفاحي مع الكناري ما شاء الله. وعندي واحد الواحد هنا، هنايا التفاحي ما شاء الله، التغريد ديالو اللهم بارك. هذا التفاحي، وكذلك الداصر السورة الموزمبيق. هذا السوره الموزمبيق، وعندي شي هاجين ديال التفاحي حتى هو كذلك اخو ياسر، ما شاء الله التغريد ديالهم زوين ما شاء الله. خويا انت التفاحي مع ذكر الكناري، اخي كيف يا عم معامل الهجين؟ هل جيد؟ نعم اخويا، دائما دائما التهجين العكسي، التهجين العكسي تيكون ممتاز في الشكل ديالو وحتى التغريد ديالو. ولكن اخويا بالنسبه للتغريد، الا كان عندك ذكر ديال الكناري في غرفه الطيور، فعرف هذوك الهاجين حيهزوا لك الكلام ديال الكناري، حيهزوا لك الكلام ديال الكناري. هو دائما الهاجين العكسي تيكون جميل اللهم بارك، تيكون جميل اللهم بارك. وعليكم السلام ورحمة الله أخويا رضوان، تحياتي أخويا الله يحفظك بارك الله فيك. الله يبارك فيك أخي أكرم، ينور أيامك يا رب. وعليكم السلام أخي عصام، ربي يحفظك أخويا، صباح الخير أخويا. أخويا أنت تفاعل مع ذاك الكناري أخي، كيف يتعامل معهم الهجين؟ هل هو جيد؟ كيف التعامل معهم أخويا؟ يعني خصك تعرف على المساله، ذكر الكناري حيجهز لك قبل من الانثى دائما، لانه الا هزيتي الضو، يعني الفنشز تيطلب واحد الوقت على الكنار. الكنار دغيا، كاين بعض الكنار اللي تيفرخوا في 10 ساعات. ف تقدر اخويا اش نقول لك، يعني تقدر تحطهم في مكان مختلف، يعني تقدر تحط مثلا التفاحي في شي مكان اللي النور ديالها غادي وتيطلع، والكناري كيف حال قلتي تخليه في واحد الساعات، ما تخليش يجهز. تتشوف الانثى، تتشوف الانثى يعني بدات تتجهز هذيك الساعه باش تتعامل مع الذكر. حاولوا تجيبوا تقربوا ليها وحطوا حداها باش الذكر بشويه باش يتجاوب معايا ان شاء الله ويدي عليها، وفي نفس الوقت يعني الساعه الاناره راك غادي تطلع فيهم، لانه التفاحي تقريبا عندك تقريبا بحال الحسون الاناره ديالو، هذا هو اللي كاين اخويا. حتى شي حاجه ما تضاهي الشمس، ولكن الا عندك عذر، بالنسبه لي انا تنستعمل كما وريتكم هذا، فيه فيتامين دي. كاين هناك حبوب ديال فيتامين دي، ولكن انا تنفضل الشمس، ماشي تنقول لك فهمتي، ولكن الا ما قدرتش نوصل لهم الشمس ما عندي ما ندير، فنقدر نستعمل نشري لهم فيتامين دي ونعطيه للطيور في الخلطه، هذا هو اللي كاين. لانه الكالسيوم ما يخدمش لك الا ما كانش هناك اشعه الشمس، فيتامين دي فهما تيخدموا بجوجهم، تيعزز باش يخدم الكالسيوم في الجسد ديال الطير، هذا هو اللي كاين. الا قدرتي فهمتي، ولكن الا غيرتي عليهم عاوتاني المكان وضربهم البرد ولا شي حاجه،
تقدر تخاف من هاد الامور اخويا جولد فينش؟ والله اعلم اخويا، انا بالنسبه لي انا يعني تنستعمل اخويا الفيتامين دي، هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علاج النقطه السوداء للافراخ. بالنسبه اخويا محمود، انا درت الفلاجيل وجاب معايا نتيجه الحمد لله من ناحيه النقطه السوداء، وتنعرف واحد الاخ حتى هو كذلك دارها ونجحات لي في النقطة السوداء الخوت. يعني خص لابد مني تتشوف الطيور ديالك فيهم النقطة السوداء، عرف بان الابوين ما عندهمش المناعة قوية، ما عندهمش المناعة قوية. فهادشي علاش انا تنصح بتعزيز المناعة دائما الخوت، ولو مرة في الاسبوع، ولو مرة في الاسبوع. راه كثروا علينا البرودويات بزاف الخوت، فتنبقاو نخلطو، ماشي اي حاجه سمعتيها تجيب الطيور ديالك. هادو اللي تيخلق الطيور تيبداو يمرضوا، الا ما بانوش في الابوين تيبانوا في الاولاد. فوالله الطبيعي الخوت افضل شيء تتعزز به المناعه. شي المناعه الا كانت قويه عند الابوين ما تشوفش النقطه السوداء ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. ف يعني اش نقول لك انا بالنسبه ليا، انا نقول لك اش ندير اخويا بالنسبه للاولاد الصغار، الا لقيت فيهم النقطه السوداء كانت توقع لي الحمد لله ما وقعتش توقع لي، ولكن كانت توقع لي فاش كنت ساكن في افرت، ملي كنت ندير الحسون الحمد لله كنت نفرخو ولله الحمد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كانت يخرجوا لي النقطه السوداء سبحان الله العظيم. يعني الميكس اش ندير، تندير تنزققهم في الصباح وفي النص ديال النهار في الظهر، لقيتها ديال الظهر ملي تيشعل عليهم الضوء، وفي نص النهار وتقريبا قبل ما ينعسوا. عندي ثلاثة الكورسات، تندير غير نقطة واحد الميكس خفيف، وتنديرو مع داك الايفانتيه مثلا، الايفانتيه وتنزقق به الطيور، تنديرها في الصباح وفي الظهر، ولكن في العشية في الليل لا، تنعطيهم البكتيريا النافعة. هذا هو اللي كاين. والابوين تنعطيهم البكتيريا النافعه، لانه الا تعطيهم نتايا اونتيبيوتيك والابوين تعطيهم مثلا تزيدوهم راه يموتوا لك. لهذا الابوين تما خصك تعطيهم البكتيريا النافعه باش تعزز لهم البكتيريا النافعه ديالهم، تتقوي لهم المناعه ديالهم، باش تبقى تبالانسي مع الزقاق. ملي تيوصلوا سبع ايام صافي فتي المرحله باش يموتوا. ولكن كاين عاوتاني شي صغار وخا تكون فيهم النقطة السوداء تتمشي، تدوز نهار يومين ما تتبقاش تبان لك سبحان الله. فلهذا الخوت المناعة المناعة المناعة، دائما عزز المناعة، دائما حاول ما تدخلش الطيور ديالك إلا ما كانوش، ما تدخلش الطيور ديالك إلا كانوا مراض، ما تدخلهمش. الكنار واخا يكون مريض يدخل لك تزاوج، ولكن الطيور الاخرى قليل. هذا هو اللي كاين الخوت. فلهذا حاول تعزز المناعه ديال الطيور ديالك، والله ما تشوف النقطه السوداء ان شاء الله. بالنسبه لخل التفاح الخوت مفيد وقايا من بزاف الامراض. هذا الشيء علاش انا بغيت نهضر على واحد الموضوع، وما بغيتش نطول في هذا الفيديو، باغي نعطي للطويرات وباغي نمشي نعس ليا شويه ان شاء الله. ف يعني خل التفاح والله مفيد الخوت، إذا كان تتعطي خل التفاح يعني مرتين في الأسبوع راه تتخلي البكتيريا النافعة يعني نشيطة، وتتخلي الأمراض اللي كاين في الطيور ناعسين، والبكتيريا الضارة تتخليها ناعسة، لأنه ما تقدرش تعيش واحد الحمضي البكتيريا الضارة، حيت إلا تعزات البكتيريا الضارة حيمرض لك الطير. حيمرض لك الطير. فلهذا تنعطيو خل التفاح لبزاف الحوايج للوقايه، لانه المياه اللي تنعطيو ديال الحنفيه ديال الدار راه فيها الخوت. انا تنغليه، الا ما غليتوش تنعطيه ديال القرعه. هذا هو اللي كاين، اللي مصفي وما تيكونش فيه الكلور اكثر
من ديال الحنفيه، لانه عبرته الخوت. عندي هذاك ديال اللي تتعبر، ها هو الخوت ديال بي اش، هذا راه ممتاز الخوت. تتعبر بي اش ديال المياه اللي هذا هو اللي كاين. اتغبر ليا راه شحال هادي ما جبدتوش، لانه ملي استعملته مره صافي عبرت عرفت شحال الخوت. هذا هو اللي كاين، ما بقيتش نستعملو. تيعطيوك تقريبا الطريقه كلشي هنايا جاي في الورقه. بحال واحد الاخ سبحان الله العظيم كاين في الجروب، تيدخل مره تيدخل، قال لي ماك متكبر. الحمد لله. قال لي مالك زهير متكبر ما تتجاوبناش. قلت لي انا ما تنجاوبش. سبحان الله، والله الا الخوت تنبقى نشوف شي اسئله في الماسنجر وحتى في الفيسبوك، والله الا تنجاوب. واخا بنادم تيقول لي تبارك الله، تنعطيه القلب ولا نعطيه لايك ولا نعطيه شكرا ولا شي حاجه من هذا القبيل. وهادشي تيطلب الوقت. والله الا تندخل شي باجات اخرين ولا شي فيديوهات اخرين، تنشوف الناس في الفيسبوك يعني الناس تيسولوا ما كاينش هناك جواب. الحمد لله بعدا راني تنجاوب، وعارفيني الخوت اللي متبعيني والله الحمد. والله يبعد علينا التكبر، لانه التكبر ماشي من صفات المؤمن. وتحياتي الخوت، هذا موضوع اخر بغيت ندير بين قوسين وسمحوا لي. خير ان شاء الله. نتمنى اخويا مصطفى جاوبتك. اخويا ماشي مصطفى، معطالة. اسمح لي يا اخويا، سامحني يا اخي. السلام عليكم. كم سعر الحسون هنا في امريكا؟ عندنا سعر الحسون 150 دولار. 150 دولار. تقدر تلقى شي حاجه 125، ولكن الاكثريه تبيعوا 150 فما فوق. 150 فما فوق. وعليكم السلام ورحمه الله. كينغ ام بي قالوا احنا دي فيميل واثنان ذكور من الحسون، كيف عرف ان الذكر صارته الفيميل؟ والله يا اخي ما تلقاش انا مشكله مع يعني الذكور انا تندير مثلا ذكر هنايا وانثى هنايا في نفس القفص، تنسد عليهم ما تيشوفوش بعضياتهم، ودائما تتنجح هذه العملية إلا إلى عندك أقفاص. دابا هاد الأقفاص اللي عندي هنايا خاوين، هنا فينا ندير إن شاء الله الصيغة، الله يوفقنا جميعا. أما إذا كان عندك ذكر الحسون هنايا وذكر الحسون معاه هي، فالأنثى تتبدا تعزل، حاجة عادية، تتبدا تميل لهذاك الذكر اللي تيغرد بزاف، ولا الشكل ديالو الريش ديالو جميل. هذا هو اللي كاين. أما إذا كنتي حاط غير ذكر تماك معاها، يبقى اتعزل هذاك الذكر، اتحمد الله وتريح الارض وتبيض لك ان شاء الله. خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. زوير تحياتي من اسفي، تحياتي لاهل فاس من المغرب والجزائر وتونس وكاع البقاع العالم، خوتنا ولله الحمد. نسأل الله أن يؤلف القلوب الجميع يا رب. تحياتي لكم جميعا الخوت، ربي يحفظكم جميعا يا رب. حب الرشاد ودودة حب الرشاد ودورا للحسون، ممتاز أخويا حب الرشاد، تنعطيه الطيور ديالي، يحيد لك الدود، تيقتل لك الدود وتجهز لك الطيور تاهما كذلك. وممتاز الخوت، غني بزاف الحوايج حب الرشاد، ولكن حاول ما يقيسوش الماء، إلا قاسوا الماء غير لوحو.
كعطي الطيور ديالك عطيهم قودي صغير، كاين اللي تياكلو كاين اللي ما تياكلوش. كاين عندي بعض الطيور هنا تياكلو وبعض الطيور هنا ما تياكلوش. نوريكم واحد المساله الخوت كما تنعيشها، تعيشوها معايا وما كاين حتى شي مشكل. هانتوما الخوت السوره الموزمبيك راه باغين يبنيو العش ان شاء الله. هو اللي كاين واللي شاف هادشي الخوت يقول ما شاء الله اللهم بارك. يا بسم الله يا الله. الاخ عصام عزيز، الاخ عصام عزيز، وحنوريكم ان شاء الله واحد المساله. يا بسم الله. هانتوما بسم الله، هبط الكاميرا لتحت. ها هي واحد الانثى، راه الحسون كاين هنايا، راه الانثى راهي باركه في العش، وقيلا توضع اليوم البيضه الاولى. ها هي نقزات، راه الحسون قال انثى ما عرفت تشوفوها راه هي. وها هي واحد الانثى هنا، راه كاين واحد الحاجز هنايا، راه نفس القفص، راه هي واحد الانثى باركه في العش الا تتشوفوها ان شاء الله الهاجين هاد السنه بلاتي. يا بسم الله. ها هي الخوت شوا باركه فوق العش ما شاء الله. عندها تقريبا ملي وضعت لي الخوت ثلاثه البيضات حيدت عليها الذكر، حيدت عليها الذكر. يا بسم الله. هذا هو اللي كاين الخوت. نرجعوا دابا، احنا وريناكم الخوت اخ عصام صافي. دابا الخوت من ناحيه الهاجين باغي الذكور جهزوا لي قبل من الاناتي، الاناتي باقي ما جهزوش، الاناتي باقي ما جهزوش. هذا هو اللي كاين الاناتي ان شاء الله يبداو يجهزوا، هذيك الساعه نهز الذكور ديال الحسون نحطو مع الاناتي ان شاء الله. هذا هو اللي كاين، لانه دابا الى خليت الذكوره مع الاناتي ما يجهزوش الاناتي، يعني باقي ما كايناش تقريبا واحد، يلا عندي تقريبا 12 ساعه ونصف، يعني الاناتي تقريبا باقي لهم واحد الساعه، يعني نقدر نقول واحد نقولوا شهر مثلا يبداو يجهزوا ان شاء الله.